أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مرض أخي فنذرت لله إن شفي أخي من مرضه أن أذبح ناقة، وقصدي أن تكون مريضة أو مكسورة لعجزي عن ثمن الصحيحة، ففعلت ذلك، فهل تجزئ؟ لا، النذر ينصرف إلى السليمة، ما ينصرف إلى المعيبة، ينصرف إلى السليمة. لكن لو نذرت ناقة معينة وهي مكسورة ولا فيها عيب، لا ينقص اللحم معينة، لا بأس تتعين، لكن تنذر ناقة مطلقة كذا، هذا ينصرف إلى السليمة. نعم.